استمعت مصالح الدرك الملكي منتصف الأسبوع الجاري لسيدة ظهرت في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بإرضاع صغار كلبة من فصيلة المالينو بأحد الدواوير التابعة لجماعة تافرانت. وحسب مصادر محلية فإن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بمركز الورتزاغ من أجل التوجه لمنزل المعنية بالأمر والتحقيق منها بخصوص الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضيف المصادر عينها أن العناصر الأمنية سألت مرضعة المالينوا حول الأسباب التي دفعتها إلى تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وأمر المسؤول الأول على الدرك الملكي بالمنطقة عناصره بإعداد تقرير مفصل في الواقعة من باب الإخبار والتوضيح إلى حين التوصل بقرار رسمي وقانوني من النيابة العامة. استمعت مصالح الدرك الملكي منتصف الأسبوع الجاري لسيدة ظهرت في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بإرضاع صغار كلبة من فصيلة المالينو بأحد الدواوير التابعة لجماعة تافرانت. وحسب مصادر محلية فإن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بمركز الورتزاغ من أجل التوجه لمنزل المعنية بالأمر والتحقيق منها بخصوص الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضيف المصادر عينها أن العناصر الأمنية سألت مرضعة المالينوا حول الأسباب التي دفعتها إلى تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وأمر المسؤول الأول على الدرك الملكي بالمنطقة عناصره بإعداد تقرير مفصل في الواقعة من باب الإخبار والتوضيح إلى حين التوصل بقرار رسمي وقانوني من النيابة العامة.